أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة عن موضوع في غاية الخطورة، زي ما حضراتكم شفتم كده في عنوان الفيديو: ذنوب وأفعال يفعلها غيرك ومع ذلك أنت تحاسب عليها. بمعنى أوضح من كده، في شخص ممكن يعمل ذنب أو معصية وياخد عليه سيئة، ومع ذلك أنت تاخد نفس السيئة دي وأنت ما عملتش حاجة. ازاي يعني؟ ده ربنا عز وجل بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فازاي الموضوع ده يحصل؟ واحد يعمل الذنوب والمعاصي وواحد تاني يتحاسب زيه بالظبط؟ طبعا، مع ان ربنا عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني مفيش حد بيشيل ذنب حد ولا حد بيتحاسب مكان حد، كل واحد بيتحاسب عن نفسه ويجازى عن نفسه. ولكن في حالتين تم استثنائهم من هذه القاعدة، وركز جدا بقى في الحالتين دول. الحالة الأولى واضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول لنا ان الانسان بين شيئين او بين حالتين. الحالة الاولى اما ان يدعو الى هدى، يدعو الناس الى عمل طيب، يدعو الناس الى عمل كويس، عمل خير، يدعوهم الى هذا العمل، او ان هو على النقيض من ذلك، يدعو الناس الى المعصية او الى الفجور والعياذ بالله، او يدعو الناس الى عمل سيء عموما. فالمهم، الحالة الاولى من دعا الى هدى كان له من الأجر، يعني الإنسان اللي هيدعو الناس إلى العمل الطيب، يدعو الناس مثلا إلى التبرع بعمل شيء كويس، ده عمل كويس أو الناس تساب عليه وتأخذ عليه أجور وحسنات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر، ثوابه هيكون إيه وأجره هيكون إيه ومكافئته هتكون إيه من الله عز وجل، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني نفترض إن أنا مثلا دعيت الناس إلى عمل طيب وحثتهم على هذا العمل الطيب، وفي مثلا اتنين عملوا العمل ده، انا هاخد اجر زي كل واحد فيهم. يعني لو افترضت ان احمد ومحمد عملوا الاعمال اللي انا حثيت عليها دي، وكل واحد اخد 10 حسنات، انا هاخد 10 حسنات على كل واحد فيهم، فانا هاخد 20 حسنة. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. كل الناس اللي يتبعوه هو ياخد حسنات عليهم بالضبط، وده ما يأثرش على حسناتهم ولا على أجورهم. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هو الأجر بتاع كل واحد ثابت زي ما هو، ولكن علشان أنا حثتهم على هذا العمل الطيب أنا هاخد حسنات زيهم بالضبط. تمام؟ فالدل على الخير كفاعله. على النقيض بقى، ودي الحالة اللي احنا هنركز عليها: ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني والعياذ بالله، لو أنا مثلا حثيت الناس على الفجور أو على أي معصية، وفي حد اتبعني وتأثر بي في هذا الأمر وفعل هذه المعصية، هو ياخد الذنب وأنا أخد الذنب زيه بالضبط، تماما بتمام، ما فرقش عنه في أي حاجة. ومع ذلك ده ما يأثرش في الذنب اللي هو ياخده، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهنا الشخص لم يباشر الفعل بنفسه، لم يباشر ولم يفعل المعصية والذنب بنفسه، ولكن في شخص تاني هو اللي عمل الذنب ده، ومع ذلك انت هتاخد نفس او الشخص اللي بيدل على هذا الامر السيء وهذه المعصية وهذا الفجور او غيره، ياخذ نفس الاثم الذي اخذه فاعل هذا الاثم. يعني لو افترضت ان انا دعيت الناس زي ما قلت لحضراتكم على الى عمل سيء، وفي حد اتبعني في هذا الامر، هو يتحاسب وياخد اثم، وانا اتحاسب واخد نفس الاسم اللي هو اخذه. فدي الحالة الأولى: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. دي كانت الحالة الأولى. الحالة الثانية متمثلة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. طيب، نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده إن الإنسان لو مسؤول عن شيء
وحصل تقصير في هذا العمل. يعني مثلا انت مدير شركة، مثلا خلينا نقرب المثال بأمر زي ده، لو انت مدير شركة وحصل تقصير في العمل، المفروض اللي يتحاسب اللي عمل التقصير وانت ايضا. ليه؟ لانك مسؤول عن هذا الامر. فلذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان الشخص اللي شايل المسؤولية بيحاسب على اي تقصير داخل هذه المسؤولية. فالرجل راع في اهل بيته. يعني لو جيت تسأل واحد ابنك بيصلي ولا لا، وقال لك لا ما بيصليش، ولا انا ماليش دعوة بيه، يصلي ما يصليش هو حر، ده يتحاسب على نفسه. لا، ما انت هتتحاسب، انت كمان انت مسؤول عنه. طب ابنك مصاحب مين، ماشي مع مين، الواد محترم ولا مش محترم، مؤدب ولا مش مؤدب، محافظ على الفروض بتاعته والصلوات وقراءة القرآن مثلا او خلافه او الطاعة او غير ذلك، هل هو محافظ ولا غير محافظ؟ هيقول لك يا عم انا ماليش دعوة، هو مسؤول عن نفسه، يعمل اللي عايز يعمله، هو مش صغير، اللي كويس يعمله واللي مش كويس ما يعملهوش. لا، انت مسؤول عنه، هو لو عمل حاجة غلط هو هيتحاسب عليها فعلا، ربنا هيحاسبه عليها، وانت ايضا ستحاسب على ذلك لانك قصرت. لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما دام انت مسؤول يبقى هتحاسب على هذه المسؤولية. ما تقولش انا ماليش دعوة، كل واحد يحاسب على نفسه. لا، انت في هذه الحالة ستحاسب. يبقى الحالتين اللي معانا النهاردة، اللي ممكن الشخص ما يعملش الذنب بنفسه أو الإثم بنفسه، ومع ذلك شخص آخر هو اللي يعمل هذا الذنب أو هذه المعصية ومع ذلك يحاسب عليها زيه بالظبط، ده يعمل السيئة ويتحاسب عليها، وده يبقى قاعد في حاله وياخد نفس الإثم. فيبقى احنا كده عرفنا إن في حالتين الشخص قد لا يفعل الذنب أو الإثم أو المعصية بنفسه، لا يباشرها بنفسه، ومع ذلك قد يأخذ إثما عليها بسبب إن واحد غيره هو اللي عملها. قلنا الحالتين دول، الحالة الأولى إن الشخص ممكن يدل غيره أو يحث غيره على أمور سيئة ويظن إن هو كده ملوش دعوة. لا، أنت هتحاسب على كل شخص يفعل نفس هذا العمل الذي دعوت الناس إلى فعله، هتاخد نفس الإثم على كل واحد فيهم. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، لو كنت أنت مسؤول عن شيء، أنت هتحاسب لو حصل تقصير في هذا الشيء أو في هذه المسؤولية. فكما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ووضحنا المثال على كده كويس، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.